أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة والدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك نحو آفاق أوسع بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة. نعم، جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة الدكتور محمد نذر الإسلام سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث نوه سموه بالجهود التي بذلها سعادة السفير في تطوير أوجه التعاون الثنائي والدفع بمسارات التنسيق المشترك بين البلدين، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب سعادة الدكتور محمد نذر الإسلام عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام لتنمية العلاقات الثنائية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.